تشوفوا الباكور تبارك الله في زوان. يلا دخلت عاد تبارك الله. فين وصلت الثمن ديالها عمو؟ 60 درهم تبارك الله، ولكن هذه 30 درهم ولكن تستحق اخويا، شي حاجه زوينه تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. بدات ب 80 درهم وهي غاديه ان شاء الله تبارك الله. كما كتشوفوا حنا دابا في زوان، منطقة غنية عن تعريف الفواكه ديالها والخضروات ما شاء الله. هانتوما تشوفوا الأجواء ديال فزوان هذا النهار، الحرارة حرارة بزاف تبارك الله هذا النهار، اللهم بارك. السلام عليكم خويا مصطفى، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا زيد. الله يبارك فيك. أنا نشوف الببوش أخويا. بسم الله بسم الله بسم الله. مراكشية هذه شحال فيها من عشبة؟ هذه فيها 17 عشبة تبارك الله تبارك الله. الله يبارك. زوان معروف اخويا. معروف تبارك الله. وكاين حتى العصير. كاين عصير التشين. تبارك الله، انتم تشوفوا العصير التشين. بالنسبة شو كتقدموا هنايا كاع للزبناء؟ أين شنو عندكم كاع هنايا؟ كاين طواجن، كاين طواجن الحوت تبارك الله. تبارك الله. لاتاي السفنج. تبارك الله مزيان. عندكم الفضاء تبارك الله متسع هنايا تبارك الله مبرد. الله, الله يبارك فيك. انتم تشوفوا هذا هي في زوان تبارك الله، انتم تشوفوا. احنا كنتواجدوا في زوان، هذا هي في زوان. النعناع البيو اخويا ديال المنطقه ديال في زوان تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. انتم تشوفوا الخيرات البلاد، اللهم بارك. انتم تشوفوا حب الملوك، السويهله، البوعويد، التفاح، البنان، الحمد لله اللهم بارك. هذه هي منطقه في زوان تبارك الله اللي معروفه العسل، العسل الطبيعي تبارك الله. ببوش ضروري ضروري الببوش في زوان ياك، منطقة معروفة تبارك الله بالبلدي البلدي. الله يبارك فيك على العشوب تبارك الله ديال ببوش تبارك الله، منطقة غنية عن التعريف بالببوش والخضروات الطبيعية تبارك الله. منطقة غنية عن التعريف تبارك الله. الجلبه راه عاد كاينه، شحال راك تحسب لها؟ معليش الفول والله لا تبارك الله تبارك الله. انتم تشوفوا شي حاجه طريه، يا سلام. هذا يا فزوان شيشه تبارك الله ديال هذا العام تبارك الله، اللهم بارك. عشاق الزميطه تبارك الله. انتم تشوفوا 50 درهم للكيلو. 50 درهم ودي حاجه غارانتي خويا، حاجه غارانتي تبارك الله كما كتشوفوا تبارك الله تبارك الله. شيشه رقيقه كاع تاع اللبن، هذه هذيك تخلط مع اللبن، هذه ديرها غير في اللبن ما تصورها ما والو. تبارك الله تبارك الله. طبيعيه طبيعيه. وما نساوش الببوش، العشوب ديالو، هذا العشوب اللي كيديروا مع الببوش. تبارك الله. قول لي هذا بشحال يدير الكيلو هذا؟ هذا 25 درهم. 25 درهم؟ هذا 15 درهم. 15 درهم؟ 15 درهم. من القمريق المبيعين. تبارك الله، الله يجازيك بخير. هذا هي المنطقة في زوان والسي عبد القادر غني عن التعريف. هذا في ليو. تبارك الله. هذا تاع المنطقة ديال الجبل. هذا مليح مع لاتاي. تبارك الله. الحمد لله بلادنا غنية على التعريف تبارك الله. هاد التمرصات لمن تصلح هذه؟ هذه يديروها مع الحرشة هذه. ايه. يبوها ويديروها مع الحرشة. حتى هي عندها فوائد الصحة تبارك الله. تبارك الله. السي عبد القادر اخويا راك قلت الدعوة والله إلا مزيان. تبارك الله. تبارك الله. تبارك الله. مزيان الطريق ولات واسعة تبارك الله كما كتشوفوا. هكا مزيان إلا جات شي شتيوة ولا يعني ما تكونش تبارك الله. الله يحفظك اخويا عبد القادر. واحد التحية كبيرة للسي عبد القادر والصديق ديالو، تحياتي لك اخويا. راكم في القلب، راكم في القلب. العز العز تبارك الله تبارك الله. منتوجات طبيعيه الببوش. هذه هي في زوان تبارك الله، معروفه بالطواجن ببوش. هذه في زوان تبارك الله، التشيشال، حب الملوك، خير موجود، طبيعي طبيعي. أو يجيبوا لها هكا
في زوان، كنتواجدوا الان في زوان عند بوخريس. انتم تشوفوا معشبه لبيع جميع العشوب تبارك الله، كما كتشوفوا عشوب طبيعيه تبارك الله. تبت الصامت تبارك الله عليك، دعوه مزيانه بخير الله يحفظك. تبارك الله، هذا الشيء معتبر. الله يا ودي، جميع انواع العشوب اللي بغى العطريه نطحنوا له هنايا، الزيت كذلك نعصروا في البلاص تبارك الله. الماشينه ديال العصره هي هذه العصره استاذ، هذه نعصر لهم يعني جميع انواع الزيوت بالانسان باش الزيت كاين هذا خروع، خروع اركان، اركان حبه البركه، السانوج، هذا الخرذل، جنجلان، زريات الهنديه تبارك الله، الكوك، وكاين زارع اخرين. يعني اللي بغى شي واحد الزريعه هنا تحلو يديه في البلاص هو يشوف فيها. واه راه يكون امام العين. مزيانه هذه فكره مزيانه. بحال مثلا هذه القرعه هذه بشحال دير الا عصرتها مثلا بشي زيت؟ كاينه صحيح حسب الاثمنه، يعني نورمالمون يعني بحال الخروع كدير 20 درهم. الخروع 20 ما بين 15 حتى 20 درهم. 20 درهم. والاركان دابا حاليا راه غالي، كدير ما بين 25 حتى 30 درهم. 25 مزيان باش حتى المشاهدين يعرفوا. الله يا ودي. وشفنا عندك الزريعه ديال الهندي، هذه ديال الهنديه. الهنديه استاذ، الله يا ودي. الله يا ودي تبارك الله. والزيت ديال هذه؟ زدت تحدي 30 درهم استاذ. 30 درهم. 30 درهم تبارك الله، تبارك الله مزيان. وشفنا عاود الطواجن، شفنا بزاف ديال تبارك الله. شتي فاش نتكلموا على الزميطه هذه ديال هذا العام؟ ديال هذا العام استاذ. الله شحال ديال الكيلو؟ 35 درهم استاذ. 35 وهذه؟ كيف كيف التيشه ديالها؟ كيف كيف تبارك الله، تبارك الله مزيان. هنا بالكوكشه استاذ عندنا خمسه ديال الانواع، كاين ديال السميده. زيد نبداو من استغفر الله الرحيم تاع هذا ديال من هذا؟ تاع السميد هذا. سميده واه، هذا القمح بالعشوب، القمح بالعشوب. الله يا ودي، هذا الكوكش بالعشوب، بالكوكش بالعشوب. استغفر الله من الزرع ديال الزرع هذا، هذا القمح بالعشوب. وهذا القمح الرومي، القمح الرومي. وهذا القمح البلدي تبارك الله، جميع الانواع تبارك الله، تبارك الله. مرحبا. وهذا جميع انواع العشوب تبارك الله، زائد الطواجن، الطواجن هنايا فخار، طواجن الغرارف. هادو الشربه فيهم تبارك الله كي دايره ولا كتحس بالشربه معتبره تبارك الله؟ قلت له بالو الشربه فيهم كي دايره ولا؟ الله يبارك فيك. هادو زينين، هادو صعب، هادو شحال يديروا؟ هذيك كاين 35 35 30 مزيان. عند هاد عندها هادي هنايا مزيان تبارك الله. هذا ستخرج لك الماء في البلاص وكيبردوا الماء هذا. واه هذا مزيان. واه تبارك الله. واه هاي هذا ديال الاشونتيون هنايا نشوف. هاي في الرصاد عامره بالماء. عمرت شي وحده؟ مزيان. هذه ضروري. نشوفوا. زين؟ اوه يا سلام. الله يبارك تبارك الله، كما كتشوفوا الباكور بجوده ممتازه تبارك الله. الثمن دخل 50 درهم. البدايه ديالها 50 درهم تبارك الله، كما كتشوفوا بجوده ممتازه. المنطقه ديال فزوان. اللهم بارك، منتوجات طبيعيه ديال البلاد. الحمد لله. انتم تشوفوا القرعه، البرقوق، الشهديه، حب الملوك، الحمد لله. انتم تشوفوا تبارك الله، تفاح، بطيخ، الله يبارك تبارك الله. ما نساوش النعناع تاع المنطقه تبارك الله، تبارك الله. كما كتشوفوا اللوبيا تبارك الله، حتى هي ديال المنطقه ياك الصديق تبارك الله. فين وصل اللوبيا؟ 8 درهم. الله اكبر تبارك الله، ولكن يبان لي عامره تبارك الله مزيان تبارك الله. انتم تشوفوا الببوش، الله يبارك، عشاق الببوش تبارك الله. هاي الببوش ديال المنطقه ديال فزوان تبارك الله، الله يحفظك. انتم تشوفوا الخضروات طبيعيه تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. انتم تشوفوا النعناع، حتى هو ديال المنطقه ديال فزوان، كما كتشوفوا كان المانتا وكان الحرش. ها هو الحرش هذا تاع المنطقة تاع فزوان تبارك الله، كما كتشوفوا بجودة. المنطقة معروفة تبارك الله بالنعناع والخضروات. ما نساوش القصبر عاود، هذا هو القصبر ديال المنطقة تبارك الله. اللهم بارك، اللهم بارك تبارك الله. المنطقة ديال فزوان تبارك الله معروفة بالخضروات والفواكه ديالها تبارك الله. هذا النهار راه دخل الباكور، اللهم بارك. كما كتشوفوا تبارك الله الخير موجود الحمد لله. ها التيشا، ها الزميطة تبارك الله، المرمز، البرقوق، الخير موجود تبارك الله. كما كتشوفوا حب الملوك، اللهم بارك الحمد لله.
كيف تشوفوا بالتيخ انا ديال الاناناس، نوع ديال الاناناس تبارك الله. ما ننساوش الببوش تبارك الله، سلطه اللهم بارك تبارك الله. هي الرومبا ديال فزوان، الطريق وجدا بركان، الرومبا ديال فزوان هي هذه.